كارثة حفل الزفاف العراقي التي أفجعت وأدمت القلوب تسببت في قتل 100 شخص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات. القاعة التي لم تكن مستوفية لشروط السلامة كان فيها ما لا يقل عن 900 مدعو لحظة وقوع الحريق وفق وزارة الداخلية العراقية، لكن ومن بعد ملابس الفرحة اتشحت هؤلاء النساء بالسواد. لحظات من الصمت تسود المشهد، ولحظة تيه تحكي مرارة ما وقع دون النطق بحرف واحد. لكن الأكثر ألماً أن قداس أرواح ضحايا الحريق حضره بعض الناجين من هول نيرانه، فمنهم من ضمد جراحه ومنهم من ربط على يده المحروقة آملاً أن يجد من يربط على قلبه من لحظات وصفت بالقاسية ولن تنسى أبداً.